السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الثاني الإعدادي. بإذن الله متابعين ومكملين مع بعض المنهج من خلال الكتب الدراسية المختلفة، كتاب جيم، كتاب باي بيت، كتاب المعاصر. الفيديوهات موجودة على القناة. بإذن الله ناخد مع بعض دلوقتي اكسرسايزز اون فوكابلاري، تمرينات على المفردات للدرسين الأول والثاني من الوحدة الرابعة من كتاب باي بيت، بداية من صفحة 178. أول سؤال معايا هنا بيقول تشوز، اختر ذا كوركت أنسر، اختر الإجابة الصحيحة. السؤال رقم واحد بيقول لي هنا last year العام الماضي I visited، أنا زرت الكرنك أو الكرنك، أنا I visited كرنك، زرت اللي هو إيه كرنك أو معبد الإيه، زرت معبد الكرنك with my family مع عيلتي. we saw the Noah temples، إحنا saw يعني رأى، إحنا رأينا معابد إيه، معابد إيه هناك في معبد الكرنك. ancient معابد قديمة أو أثرية، نيو معابد جديدة، difficult يعني صعب، ولا careless يعني مهمل. طبعا شفنا هناك معابد قديمة، we saw لقد رأينا the ancient أو the ancient temples معابد قديمة. رقم اتنين A or a not is an entrance، عبارة عن إيه، عن مدخل to another place، مدخل لمكان آخر. مدخل لمكان آخر ده اسمه إيه بقى؟ بيراميد اللي هو الهرم، والارتش اللي هي القنطرة او القوس، ولا فيو المنظر الطبيعي، ولا ستون الحجر. طبعا مدخل لمكان اخر اسمه ارتش القنطرة، بنعد عليها كده وندخل مكان تاني. رقم ثلاثة you can watch a sports match، تقدر ان انت تشاهد المباراة بتاعة كرة الايه او المباراة الرياضية، a sports match مباراة رياضية، تقدر تشوف مباراة رياضية at ايه or فين بقى؟ تقدر تشوف المباراة الرياضية فين؟ entrance في المدخل هتشوف المباراة الرياضية، ولا statue اللي هو في التمثال، ولا museum في المتحف هنشوف مباراة رياضية، ولا stadium في الاستاد. طبعا at a stadium في الاستاد. عند برضو رقم اتنين هنا عند arch القنطرة بتبدأ بحرف متحرك، هتاخد قبلها an، يبقى an arch يعني القنطرة is an entrance مدخل to another place لمكان آخر. خدت هنا ان لان قبلها او بعدها هنا جايب لي الكلمه بتبدا بحرف متحرك، وخدت هنا ان لان بعدها الاسم بتاعي بيبدا بصوت ساكن او بحرف ساكن، ستاديوم الاستاد. والسؤال رقم أربعة وي براي، براي يعني يصلي، احنا بنصلي ات ايه اور ان، بنصلي فين؟ ماسك بنصلي في المسجد، ولا ثيتر بنصلي في المسرح، ولا بيراميد الهرم، والارش القنطرة او القوس. طبعا بنصلي مكان الصلاة at a mosque في المسجد. بعد كده السؤال رقم خمسة بيقول لي هنا a or an نقط has very strong walls، بيكون ليه جدران او حوائط ايه strong يعني قوية، بيكون ليه حوائط قوية، ده اسمه ايه بقى؟ object اللي هو الشيء، ولا desert الصحراء لها جدران قوية، ولا castle القلعة بتكون حصينة كده، ولا تيكت التذكرة. طبعا اللي بتكون حصينة ولها جدران قوية وهي a castle القلعة. رقم ستة a not is not a complete building، يعني ليس مبنى كاملا. ايه اللي هو ليس مبنى كاملا؟ السون الحجر ده مش مبنى كامل، ولا ريون البقايا الأثرية، ولا هوس المنزل مش مبنى كامل، ولا هي التلة أو الهضبة. طبعا إيه ريون البقايا الأثرية، ده يعتبر إيه not a complete building، ليس مبنى كاملا. الصفحة اللي قصتها صفحة 179 بيقول هنا السؤال رقم سبعة you might see، يعني أنت ربما ترى a نقط in a museum في المتحف، ممكن ان احنا نرى ايه كاسل، هنشوف هناك في المتحف في المتحف كاسل قلعه، ولا ريس هنشوف هناك سباق، ولا تيمبل معبد، ولا ستاتشو هنشوف هناك في المتحف تمثال. طبعا شوف بنشوف في المتحف ايه ستاتشو تمثال. رقم 8 I love going to، انا بحب الذهاب الى places اماكن، انا بحب الذهاب الى اماكن ايه such as مثل
ميوزيومز زي المتاحف، بحب اذهب لاماكن ايه زي المتاحف and ancient places، وكمان الاماكن الايه القديمه او الاماكن الاثريه. دي اسمها اماكن بقى ايه، كارج اللي هي العربه، ولا كلتشر ثقافه، ولا هيستوريك يعني تاريخي، ولا هيستوري اللي هي ماده التاريخ. طبعا بحب اذهب تو الى هيستوريك بليسز. يعني ايه هيستوريك بليسز؟ اماكن ايه؟ اماكن تاريخيه. والسؤال رقم 9 بيقول هنا don't drop. drop يعني يسقط او يوقع او يرمي. لا تسقط ايه put it in bins، ضعها في بنز اللي هي سله الايه القمامه او سلات القمامه. يبقى لا تلقي او ترمي ايه ليتر اللي هي القمامه، ليتر هنا بمعنى الخطاب او الحرف، ليدر السلم، ورر المياه. فبيقولوا لا تلقي ايه ضعها في سله المهملات او سله القمامه. يبقى don't drop litter، لا تلقي او ترمي القمامه، دعها في مكانها اللي هو سله المهملات. ورقم 10 بيقول لي people، الناس وير بيرتدوا sunglasses، الناس بتلبس ايه نظارات الايه الشمس، to not their eyes عشان يعملوا ايه في عيونهم from the sun من الشمس، affect يعني يؤثر، protect عشان يحموا عيونهم من الشمس، ولا infect يعني يعدي او يصيب، ولا give يعني يعطي طبعا عشان يحموا عيونهم من الشمس، to protect their eyes عشان يحموا عيونهم from the sun من الايه من الشمس. رقم 11 هنا بيقول we have a house with a wide، احنا عندنا ايه عندنا منزل with a wide بايه واسع او عريض، كاسل المنزل بتاعنا فيه قلعة، ولا statue وفيه تمثال واسع وفيه تمثال عريض، ولا entrance المدخل بتاعه واسع كده وعريض، ولا emergency اللي هي حالة الطوارئ أو الطارئة. طبعا عندنا منزل المدخل بتاعه واسع with a wide entrance، مدخله واسع. رقم 12 we can see plays، احنا نقدر نشوف الايه نقدر نشوف المسرحيات اذا المسرحيات بتعرض فين، theater في المسرح، ولا ماسك المسرحيات بيعرضوها في المسجد، ولا تيمبل ولا في المعبد، ولا كاسل في القلعة. طبعا المسرحيات بتكون موجودة at the theater في المسرح. رقم 13 بيقول لي the pyramids الايه الاهرامات are really بتكون ايه حقا expensive بمعنى غالي، careful يعني ايه يعني حريص او حذر، useless يعني الاهرامات دي بتكون بلا قيمة او بلا فائدة، ولا awesome بتكون رائعة. طبعا الاهرامات بتكون ايه are really awesome، بتكون رائعة جدا. رقم 14 انوار شوز تورسس، هنا بيظهر او بيعمل ايه بيوضح كده لتورسس السياح، بيظهر للسياح او بيوضح لهم interesting tourist places الاماكن السياحية الشيقة. يا ترى مين اللي بيعرض على السياح الأجانب أو السياح عموما الأماكن السياحية الشيقة؟ جايد المرشد السياحي هو اللي بيعرفهم الأماكن السياحية، ولا كيبر الحارس، ولا تيتشر المدرس، ولا الستاتيو التمثال. طبعا توظيفة مين؟ المرشد السياحي. جايد المرشد. رقم 15 ماي نيو هاوس، المنزل الجديد بتاعنا او المنزل الجديد بتاعي has a wonderful نقط of the sea، بيكون له ايه رائع من البحر، ريون ريون بيكون له بقايا اثريه قديمه، جايد مرشد ارش له قنطره، ولا فيو له منظر كده جميل طبيعي على البحر. يبقى has a wonderful فيو، له منظر طبيعي رائع of the sea على البحر. رقم 16 more than 30 يعني اكتر من ايه 30 ايه اكتر من 30 ايه نقط people اكتر من 30 ايه من الناس live in my town بيعيشوا في المدينة بتاعتي. طبعا ان كلمة thousand الالف دي ما بتتجمعش، يبقى more than 30,000 اكتر من 30,000 شخص بيعيشوا في my town في المدينة الصغيرة اللي انا عايش فيها، يبقى 1000. رقم 17 the note has a lot of objects، بيكون فيه كتير من الايه من القطع الاشياء او القطع الاثريه،
of the فيرز. فيرز اللي هم الفراعنة. في قطع أثرية كتيرة من أوقات أو من أيام الفراعنة أو للفراعنة. جايد ده المرشد هو اللي فيه قطع أثرية كتيرة، ولا ميوزيوم المتحف، ولا كلاب النادي، ولا فيو المنظر الطبيعي. طبعا اللي فيه قطع أثرية وهو ذا ميوزيوم المتحف. رقم 18 ذا كرنك. الكرنك was built يعني بني thousands of years ago يعني منذ ايه؟ منذ آلاف السنين. الكرنك ده ايه؟ ثيتر، ده مسرح، ولا ستاديوم، ولا استاد اسمه استاد الكرنك، ولا تاور اسمه برج، برج الكرنك، ولا تيمبل ولا معبد الكرنك. طبعا اسمه ذا كرنك تيمبل يعني معبد الايه؟ معبد الكرنك. رقم 19 بيقول لي ذا جريت بيراميد اللي هو الهرم الايه؟ الهرم الاكبر. نقط تو اراوند 2600 بي سي اي. بي سي اي يعني قبل الايه؟ الميلاد. عايز يقول يرجع تاريخه لحوالي 2600 سنة قبل الميلاد. ديتس يعني هنا بمعنى يرجع تاريخه. تيكس يأخذ أو يلتقط. كيبس يحفظ أو يحتفظ. ديتس هنا بمعنى إيه؟ لاستس اللي هو الإيه؟ الأخير. تمام؟ عندي هنا أو بمعنى مثلا إيه؟ أخيرا أو يدوم يعني. عندي هنا the great pyramid الهرم الأكبر. dates يعني يرجع تاريخه إلى حوالي around يعني حوالي 2600 سنة BCE قبل الميلاد. رقم 20 we have a holiday إحنا عندنا أجازة أو قضينا أجازة. could you not a place to visit؟ طيب إحنا عندنا أجازة، طب ممكن بقى توصيلي كده مكان عشان أزوره أو ترشح لي كده مكان أزوره. advice يعني ينصح. comment يعني يعلق أو تعليق. recommend يعني يوصي بيه أو يرشح. reply يعني اللي هو الإيه؟ الرد. يبقى can أو could you recommend ممكن أنت توصيني كده a place بمكان to visit، توصلي كده بمكان او ترشح لي مكان ازوره. ان شاء الله ناخد مع بعض دلوقتي exercises تدريبات او تمرينات on language على الجزء الخاص باللغويات للدرسين الاول والثاني من الوحده الرابعه من كتاب بايبت. عندي هنا صفحه 181 يقول تشوز اختر ذا كوركت انسر، اختر الاجابه الصحيحه. والسؤال رقم واحد هنا بيقول يو نوت بوت يور rubbish ان انت تضع rubbish اللي هو القمامه، القمامة بتاعتك أو الخاصة بيك in the bin. bin اللي هي السلة بتاعت الإيه؟ المهملات أو سلة القمامة. you must يجب إن أنت تحط القمامة في سلة القمامة، ولا has أصلا يوم ما بتاخدش has، ولا must لا يجب، ولا isn't. عندي has عايزة تصريف تالت، و isn't عايزة verb ing، وأنا أصلا عندي الفعل في المصدر. اللي بيجيني بعدها الفعل في المصدر يا must يا mustn't. طب هقول له إيه؟ يجب تضع القمامة في سلة المهملات ولا لا يجب؟ طبعا يجب، يبقى you must. رقم 2 you not listen to the teacher، تستمع للايه؟ تستمع للمدرس. كانت لا تستطيع ان تستمع للمدرس، must يجب انت تستمع له، mustn't لا يجب، ولا doesn't اصلا يوم ما بتاخدش doesn't. تمام؟ يبقى عندي هختار ايه؟ انه يجب عليك ان تستمع للمدرس. لازم المعنى او السياق بتاع الجمله يكون مظبوط او صحيح. يبقى you must انه يجب عليك listen to ان تستمع الى the teacher المدرس. رقم 3 you not be quiet. be quiet يعني ايه؟ كن هادئا. you be quiet in the library. library في المكتبة، هنقول هنا في المكتبة. you am اصلا يوم ما بتاخدش am. you don't be ولا do mustn't ولا must. يبقى هنا في المكتبة هنكون ايه؟ you am، you اصلا ما بتاخدش am ولا don't ولا must لا يجب ان تكون هادئا، ولا must ضروري تكون هادئ في المكتبه. يبقى you must من الضروري ان انت تكون ايه؟ quiet هادئ in the library في المكتبه. رقم 4 in a museum في المتحف you not touch the objects. touch يعني يلمس. objects اللي هي الاشياء او القطع الايه؟ القطع الاثريه. يبقى يو ايه؟ مص يجب وضروري ان انت تلمس القطع الاثريه، ولا كان تستطيع، ولا مصن لا يجب، ولا ويل سوف. طبعا يو مصن من الضروري ان انت ما تلمسش القطع الاثريه. يبقى لا يجب ان تلمس القطع الاثريه اللي هي موجوده فين؟ ان ام ميوزيوم في المتحف. رقم 5 كارز السيارات درايف اون ذس رود
so لذلك we can walk on it safely. عايز يقول لي هنا السيارات تمام، هنا لا يجب أن تسلك أو تمشي من هذا رود الطريق، السيارات ما ينفعش إن هي تمشي من الطريق ده. so لذلك we can walk on، ممكن إحنا نمشي منها it safely. safely يعني إيه؟ بأمان. يبقى cars must يعني يجب، ولا mustn't يعني لا يجب، ولا doesn't ولا isn't. طبعا cars mustn't، السيارات لا يجب أن تسوق أو تسير من هذا الطريق. طالما السيارات لا تسير من هذا الطريق يبقى احنا ايه كان نستطيع ان نمشي من هذا الطريق سيفلي بامان، ما فيهوش سيارات. رقم 6 بيقول لي هنا you not smoke at hospitals. smoke اللي هو يدخن، hospitals اللي هي المستشفيات. في حد بيدخن في المستشفيات؟ يبقى you mustn't، لا يجب ان تدخن في المستشفيات، ولا have to يجب ان، ولا must برضو بمعنى يجب، ولا has to اصلا يو ما بتاخدش has، يبقى يو mustn't من الضروري الا تدخن في المستشفيات. يبقى لا يجب ان تدخن في الايه؟ المستشفيات. ممنوع جدا ان انت تدخن في المستشفيات. رقم 7 he not be at work on time. عايز يقول هنا لازم ان هو يكون في العمل on time، يعني ايه؟ في الوقت المحدد، لازم ان انت تكون في العمل في الوقت المحدد. يبقى او هو هي مصد ليس من الضروري ان يكون في العمل في الوقت المحدد، ولا مصد ضروري ويجب، ولا هاز ولا هازنت. طبعا هنقول هنا ايه؟ طبعا اصلا هاز وهازنت جاي هنا مصدر، ما ينفعش، لازم بيجي معهم تصريف ايه؟ تصريف ثالث. يبقى يا اما هي مصد يا اما هي مصد. طب يكون في العمل في الوقت المحدد ضروري ولا مش ضروري؟ طبعا ضروري. يبقى هي مصد بي هو ضروري ان هو يكون ات ورك في العمل اون تايم في الوقت المحدد. بعد كده عندي السؤال رقم 8 بيقول لي هنا درايفرز اللي هم السواقين نقط ستوب وين ذا لايت از ريد. لما لايت الضوء يكون احمر، اشاره المرور كده لما تكون حمراء، السواقين ايه؟ كانت ستوب ما بيقدروش يقفوا، ولا هاف، ولا ماسنت، ولا ماس. طبعا لازم ان هم يقفوا لما الضوء او الاشاره بتاعه المرور يكون لونها احمر. يبقى درايفرز السواقين ماست يجب ان هم ايه؟ ستوب يعني يتوقف، لازم ان هم يتوقفوا كده لما يكون ذا لايت الضوء ايه؟ از ريد لونه احمر. رقم 9 all students يعني كل مين؟ كل الطلاب follow the school rules. follow يعني يتبعوا، كل الطلاب بيتبعوا الايه؟ القواعد المدرسية school rules. must يجب ان هم يتبعوها، كانت لا يستطيع، mustn't لا يجب، ولا want بمعنى سوف لا يتبعوها. طبعا يجب ان هم يتبعوا the school rules القواعد المدرسية. يبقى the student must يجب عليهم ان هم يتبعوا القواعد المدرسية. والسؤال رقم 10 you not speak loudly. speak يعني يتحدث، loudly بصوت عالي. your dad باباك is asleep. asleep يعني نائم، هيقول له لا يجب ان تتحدث بصوت عالي، ده باباك نايم. يو كان تستطيع، مصن لا يجب، ولا مصت يجب، ولا نط، هيقول له لا يجب ان تتحدث بصوت عالي لان باباك اسليب، باباك نايم. يبقى يو مصن انه لا يجب عليك سبيك لاودلي التحدث بصوت عالي. رقم 11 بيقول هنا يو يوز يور موبايل فون، تستخدم الهاتف الايه؟ المحمول بتاعك. وايل درايفنج اثناء او خلال القياده، وانت سايق كده السياره او سايق الاتوبيس ما ينفعش ابدا ان انت تستخدم المحمول. يو ماست يجب ان تستخدم المحمول، ولا كان يستطيع، ولا ول سوف، ولا مصن يعني لا يجب. لا يجب طبعا انت تستخدم المحمول. ليه؟ لان ده بيكون خطر اثناء او خلال درايفنج القياده. رقم 12 بيقول هنا وات نوت تو جيت هيز جوب. احمد عايز يقول له هنا ايه اللي انا يجب عليا ان انا اعمله to get عشان ان انا احصل على this job هذه الايه؟ الوظيفة. اعمل ايه عشان احصل على هذه الوظيفة؟ عندي هنا ادي رقم 1 كلمة الاستفهام، بعد كلمة الاستفهام ايه؟ must والفعل والمصدر. في المصد والفعل والمصدر يبقى must تاني حاجة، تالت حاجة الفعل، رابع حاجة الفعل في الايه؟ في المصدر. ده ترتيب السؤال بتاعي في كلمة او باستخدام كلمة الاستفهام مع must. يبقى كلمة الاستفهام ومست والفاعل والمصدر. what must I do؟ ايه اللي يجب علي ان انا اعمله to get this job عشان احصل على هذه الوظيفة. والسؤال رقم 13 نقط I take this medicine. take يعني يأخذ، this medicine هذا الايه؟ هذا
الدواء every day كل يوم. عايز يقول له هو انا يجب علي ان انا اخذ هذا الدواء كل يوم؟ يبقى هنا بيقول ايه؟ must I take this medicine؟ هل يجب علي ان انا اخذ هذا الدواء؟ ولا aren't؟ طبعا aren't ما ينفعش معايا مصدر، ولا haven't مصدر، ولا wasn't مصدر، اللي معاها مصدر مين؟ must. must I take this medicine؟ هل يجب علي ان انا اخذ هذا الدواء every day كل يوم؟ رقم 14 what not I do before I enter this museum؟ ايه اللي يجب علي ان انا اعمله قبل ما ادخل الى ايه؟ ادخل للمتحف. ايه المفروض اعمله قبل ما اروح او ادخل للمتحف؟ what am؟ طبعا am ما ينفعش معاها مصدر، ولا must، ولا have ما ينفعش معاها مصدر برضو، عايزه تصريف تالت، و aren't عايزه verb ing، و am عايزه verb ing. يبقى what ايه؟ what must I do؟ ماذا يجب علي ان افعل before I enter، قبل ما ادخل this museum؟ رقم 15 we not wash fruits، ان احنا نغسل الايه؟ نغسل الفاكهة. and vegetables، والخضروات. before we eat them، قبل ما ناكلها. يبقى want، سوف لنغسلها، ولا are، طبعا are ما بياخدش معاها الفعل في المصدر، عايزه verb ing، ولا mustn't، ولا must. طب عندي هنا هختار يا mustn't يا must. طب عندي هنا mustn't، لا يجب ان انا اغسل الفاكهه والخضار، ولا يجب ان انا اغسلها. طبعا we must، انه يجب علينا او ضروري ان احنا واش نغسل fruits and vegetables، الفاكهه والخضروات، before we eat them، قبل ما ناكلها. بعد كده صفحه 182، والسؤال خاص بتصحيح الخطأ، والسؤال رقم 1 new، وجايب لي هنا must run inside the building. هيقول له هنا run يعني يجري، inside يعني بداخل، the building المبنى of the school، مبنى المدرسة أو مبنى المدرسي. هيقول له يجب إن أنت تجري داخل المبنى المدرسي ولا لا يجب؟ طبعا لا يجب أن تجري داخل المبنى المدرسي، يبقى must هتبقى must not أو mustn't، اللي هي اختصار must not، إنه mustn't، لا يجب عليك run أن تجري inside the building of the school، بداخل المبنى المدرسي. رقم 2 you mustn't جيب لي buy your ticket، ان انت تشتري الايه؟ تشتري التذكرة الخاصة بيك before you enter. before يعني قبل ان انت ايه تدخل، قبل ما تدخل ايه mustn't، لا يجب انت تشتري التذكرة، اصلا مش هينفع تدخل من غير التذكرة، يبقى must يعني يجب، يبقى you must buy، يجب ان تشتري ايه؟ your ticket، التذكرة بتاعتك. رقم 3 you should drink this water، لازم ان انت تشرب هذه الايه؟ المياه، او بينصحوا يشرب المياه ديت، it's dirty، ده المياه دي قذرة او متسخة. طب المياه قذرة او متسخة، يبقى you mustn't يعني لا يجب، mustn't يعني لا يجب ان تشرب هذه المياه، لان هي dirty قذرة او متسخة. رقم 4 students must، الطلاب يجب، نقط are quiet in class، لازم ان هم يكونوا ايه؟ كويت يعني هادئ، in class في الفصل، لازم ان هم يكونوا هاديين في الفصل. بعد must لابد ان ياتي الفعل في المصدر، الفعل ساده خالص من غير اي اضافات. عندي ار المصدر بتاعها بي، هو في المضارع ام او از او ار، في الماضي واز او وير، المصدر بتاعي بمعنى يكون بي، must be quiet، يجب ان تكون هادئا in class في الفصل. رقم 5 during an exam، during يعني أثناء أو خلال الامتحان، you copy from the other students، ما ينفعش كده copy يعني ينسخ، ما ينفعش كده تاخد نسخة أو إن أنت يعني تغش من إيه؟ من الطلاب الآخرين، ممنوع الغش، أو ممنوع إن أنت تكون نسختك زي نسخة زميلك، تاخد منه إيه؟ نسخة اللي هي copy. you aren't طبعا هيبقى هنا أثناء الامتحان ممنوع، يبقى mustn't، لا يجب عليك ان انت يكون ايه؟ كوبي، عندك نسخة او تنسخ كده من طلاب اخرين، او يعني بمعناها الاصح ما ينفعش تغش من طلاب اخرين. رقم 6 بيقول هنا يو ماسن، انه لا يجب عليك تسكر ليت، ليت يعني متأخر، ما ينفعش ان انت تروح للمدرسة متأخر، ماسن زيها زي ماست، لابد ان يأتي بعدها الفعل في المصدر، جونج المصدر منها، جو بنشيل الاي ان جي، يبقى يو ماسن جو تو سكول ليت، ما ينفعش تروح المدرسة متأخر. رقم 7 people must throw rubbish in the street، الناس لازم ان هي ترمي القمامة فين؟ في الشارع، الناس لازم ترمي القمامة في الشارع ولا ممنوع؟ يبقى mustn't، اختصار must not، mustn't لا يجب ان يرموا القمامة ايه؟ in the street في الشارع.
ورقم 8 بيقول must I smoke in the public transport قال له yes you mustn't. هيقول له هنا هل لا يجب علي سموك يعني يدخن in public transport اللي هي وسائل النقل العام. بيقول له هو انا ما ينفعش ادخن في وسائل النقل العام او لا يجب عليا؟ قال لي يس يو مصنت. ايوه لا يجب عليك، يبقى مصنت اي سموك هل انه لا يجب عليا؟ يبقى مصنت. رقم 9 وي مصت يجب علينا تو ايت هيلثي فود ان احنا ناكل طعام صحي، يجب ولا لا يجب؟ طبعا يجب علينا ناكل طعام صحي. طب مصت بيجي بعدها ايه؟ مصت بيجي بعدها المصدر بتاع الفعل تو ايت، هنشيل تو وتبقى ايت فقط. السؤال رقم 10 بيقول لي هنا workers اللي هم العمال doesn't work without safety boots. العمال هنا لا يجب ان ورك ان هم يعملوا او يشتغلوا وذاوت بدون سيفتي بوتس اللي هي الاحذية الخاصة بالامان، احذية الامان. تمام، يبقى بدل هنا doesn't، اصلا doesn't ما ينفعش لان ارسان وركرز العمال جمع، يبقى mustn't لا يجب ان ايه ان يعملوا، يبقى هنا mustn't يجب الا يعملوا بدون احذية الايه الامان. رقم 11 mustn't we drink milk every day قال له yes it's healthy ايوه ده هي صحيه. طبعا هنا هيساله يقول له ايه هل يجب we drink ان احنا نشرب ميلك نشرب الايه اللبن، هو احنا يجب علينا ان احنا نشرب اللبن كل يوم؟ قال له ايوه ده هي صحيه. يبقى السؤال كان ايه must we هل يجب علينا، يبقى must we. رقم 12 بيقول لي هنا you enter the museum، enter يعني يدخل، يدخل الايه يدخل المتحف with a camera بالكاميرا قال له it's forbidden. forbidden يعني ايه ممنوع او محرم، ممنوع ان انت تدخل المتحف بالايه بالكاميرا. يبقى you mustn't لا يجب عليك ان انت تدخل المتحف معك ايه الكاميرا، يبقى mustn't. مصنت يعني ضروري جدا ان الحاجة دي ما تحصلش او ليس ضروري. ان شاء الله ناخد مع بعض دلوقتي جنرال اكسرسايزز تدريبات عامة ونستنس على الدرسين الاول والتاني من الوحدة الرابعة من كتاب باي بيت. عندنا هنا صفحة 183 بيقول كمبليت اكمل ذا فالون دايلوج، الحوار التالي A teacher المدرس is asking his student بيسأل الطالب بتاعه، بيسأل الطالب بيسألوا ايه about بيسألوا عن ايه the Karnak temple بيسألوا عن معبد الكرنك. المدرس بيسأل الطالب عن معبد الكرنك. هنا teacher وstudent المدرس والطالب بيدور ما بينهم الحوار. المدرس بيسأله بيقوله what was in or what was the last historic place you visited، ايه هو اخر مكان تاريخي انت زرته، اخر مكان تاريخي زرته. هنا طبعا عرفنا من اول سطر انه بيساله عن ايه عن معبد الكرنك، هيقول له طبعا ده كان ايه معبد الكرنك. يبقى ات انه واز يعني كان ذا كرنك تيمبل معبد الكرنك، ذا كرنك تيمبل ده هو كان ايه معبد الكرنك، ده اخر مكان تاريخي انا زرته. هنا المدرس بيقوله what could you use أو what could you see there، طيب ايه اللي انت شفته there يعني هناك، شفت ايه هناك في معبد الكرنك؟ طبعا هيشوف هناك طبعا التماثيل، يبقى هنا what could you يبقى يو هتتحول الى I، يبقى I could بعدها الفعل في المصدر I could see يعني انا شفت او قدرت اشوف هناك ايه statues اللي هي التماثيل statues there يعني هناك انا شفت هناك الايه التماثيل. تمام، يبقى التماثيل اللي هي الايه statues. هنا المدرس بيسأل سؤال، هنا الطالب قال له around 4000 of years ago يعني ايه ago يعني منذ حوالي كام 4000 سنة. يبقى هنا بيسأله عن عمر المعبد، يبقى how old يعني كام عمر، how old كم عمر المعبد، how old is the
كارناك تيمبل. كم عمر معبد الايه؟ معبد الكرنك. كارناك تيمبل اللي هو معبد الايه؟ معبد الكرنك. عمر المعبد ده قد ايه؟ بيسألوا عن الايه؟ عن العمر. المدرس سأله قال له حاجة، الطالب هنا قال له it was awesome، انه كان رائعا. awesome يعني رائع، ماشي. طب ايه رأيك فيه؟ يبقى what do you think of it؟ طب ايه رأيك في المعبد؟ يبقى what do you think، يعني ايه ايه؟ بيسألوا عن رأيه. طب ايه رأيك في ايه؟ of it. it هنا تعود على مين؟ المعبد بتاع الكرنك. رأيك في ايه؟ قال له it was awesome، ده كان ايه؟ ده كان رائع. هنا المدرس بيقول له what could you learn from this historic place؟ طب ايه بقى اللي انت learn يعني تعلم؟ ايه اللي انت قدرت تتعلمه من هذا المكان التاريخي؟ المكان التاريخي ده لما زرته وشفت فيه الايه؟ التماثيل، وعرفت بعض المعلومات عنه، اتعلمت منه ايه؟ طبعا هنا انا اتعلمت حاجات عن تاريخ مصر، يبقى I could يعني انا قدرت learn ان انا اتعلم about، اتعلم ايه؟ اشياء. about يعني اتعلم عن the history of Egypt، اتعلم عن تاريخ ايه؟ عن تاريخ مصر. the history of Egypt، قدرت اتعلم عن the history of Egypt يعني تاريخ مصر. يجي بعد كده الجزء الخاص بالاختيارات، والسؤال رقم واحد بيقول لي هنا بترا is a great، بترا او البتراء دي بتكون ايه؟ رائع او عظيم. place مكان ايه؟ in Jordan في الاردن. a lot of tourists visit it، كتير من السياح بيزوروها. يبقى كانت مكان ايه؟ funny مكان مضحك وعظيم، ولا hard صعب او صلب، ولا historic مكان تاريخي عظيم اللي هي البتراء، ولا interested يعني مهتم. طبعا بيكون مكان تاريخي عظيم. is a great historic place، مكان تاريخي عظيم. رقم 2 when we arrived at the museum، لما احنا وصلنا للمتحف. and what was waiting for us، مين waiting for يعني ينتظر، بقى مين اللي كان بينتظرنا؟ statue التمثال كان بينتظرنا هناك قدام المتحف، ولا waiter الجرسون هو اللي هينتظرنا، ولا guide المرشد السياحي عشان خاطر يعرفنا المعلومات بشكل صحيح داخل المتحف، ولا جيست اللي هو الضيف؟ طبعا المرشد هو اللي كان منتظرنا هناك قدام الايه؟ قدام المتحف. بعد كده رقم 3 we walked under a big، احنا مشينا تحت ايه كبير؟ before we entered the museum، قبل ما احنا ندخل الايه؟ المتحف. entered يعني دخل، قبل ما دخلنا المتحف احنا مشينا تحت ايه كبير؟ arch، مشينا تحت القنطرة او القوس كده الكبير، ولا كاسل القلعة هنمشي تحت القلعة، ولا استاديوم هنمشي تحت الاستاد، ولا ثيتر هنمشي تحت المسرح، هنمشي تحت ايه؟ قنطرة كبيرة او قوس كبير كده قبل ما ندخل الايه؟ المتحف. رقم 4 there is a beautiful نقط from the top of the mountain، يوجد ايه جميل او رائع من اعلى الجبل؟ من اعلى الجبل احنا شفنا كده ايه جميل ورائع، ريفيو، مقالة نقدية او مراجعة، بريفيو، بريفيو هنا بمعنى معينة، ولا فيو شفنا منظر طبيعي جميل كده من على الجبل، ولا انترفيو، ولا مقابلة شخصية. طبعا شفنا ايه؟ a beautiful view، a beautiful view منظر طبيعي جميل from the top of the mountain من اعلى او من قمة الجبل. رقم 5 وشود يجب علينا ourselves يعني انفسنا from pollution من الايه؟ من التلوث. لازم ان احنا نعمل ايه لانفسنا من التلوث؟ bring يعني يحضر، protect يعني يحمي، لازم نحمي انفسنا من التلوث. make يصنع، walk يعني يمشي، لازم نحمي نفسنا من التلوث. we should انه يجب علينا protect ourselves نحمي انفسنا from pollution من التلوث. بعد كده 184 والسؤال رقم 6 في الاختيارات I went to the national، انا ذهبت الى ايه؟ قومي او وطني. and watched a nice play، وشفت مسرحية ايه؟ وشفت مسرحية جميلة. رحت لفين بقى عشان اشوف مسرحية؟ ميوزيوم، هروح المتحف عشان اشوف مسرحية، ولا ثيتر، ولا المسرح القومي،
ولا كاسل القلعة ولا سينما؟ هروح السينما طبعا، هروح للمسرح القومي. I went to the national theater، رحت المسرح القومي عشان اشوف a nice play، مسرحية جميلة. رقم 7 ايه؟ قرآن نقط is a building، ده بيكون مبنى where Muslims pray. pray يعني بيصلي، المسلمين بيصلوا فيه. المسلمين بيصلوا فين؟ اتك بيصلوا في الصندرة او الغرفة اللي فوق السطوح، ولا صوفة على الكنبة، ولا ماسك في المسجد، ولا تشارش هنا طبعا عندي اللي هي الكنيسة يعني. طبعا المسلمين هيصلوا فين؟ هيصلوا ماسك في المسجد. رقم 8 why not people smoke in hospital، ليه ما ينفعش الناس ممكن ان هم يدخنوا فين؟ في المستشفيات. لماذا لا يجب على الناس، او لماذا يجب الا يدخنوا في المستشفيات؟ تمام. why must، ليه يجب الناس يدخنوا، ولا كان يستطيع، ولا mustn't، لا يجب، ولا haven't. طبعا لماذا لا يجب على الناس ان يدخنوا في المستشفيات؟ يبقى why mustn't. رقم 9 you touch any of the building، تلمس اي مبنى. تلمس اي ايه؟ مبنى. because لان it is very old، لان المبنى ده بيكون قديم جدا. المباني القديمه ما ينفعش ان احنا نلمسها، بتكون حاجه اثريه. you must، ليجب ان انت تلمس اي مبنى، ده هو اصلا بيقول لي very old، ده قديم جدا. هقول must touch، لازم تلمسه، ولا كان تقدر، ولا haven't، ولا mustn't. طبعا لا يجب ان انت touch، تلمس any of the building، اي مبنى، لان المباني ده بيكون ايه؟ بتكون very old، قديمة جدا. والسؤال رقم 10 بيقول لي children، الاطفال play with matches، يعني هنا play يعني بيلعبوا، with matches بالكبريت. هم الاطفال ينفع ان هم يلعبوا بالكبريت؟ must يجب يلعبوا، ولا mustn't لا يجب، ولا should، ولا have طبعا mustn't. هنا يجب ألا يلعبوا with matches بالكبريت. رقم 1 في الجزء الخاص بتصحيح الخطأ بيقول لي هنا you not must، ما اسمهاش not must، said. said said يعني يبحر. in bad weather، في الطقس الايه؟ السيء. عايز يقول له يجب ألا تبحر في الطقس السيء، ما تلاقيش الطقس السيء وتروح تبحر، تعمل إبحار. it is dangerous، لأن ده إيه؟ بيكون خطير. يبقى يجب ألا اسمها إيه؟ must not. طب ندمجها أو نختصرها هيبقى mustn't. mustn't يعني يجب ألا سيل تبحر in bad weather، في طقس سيء. رقم 2 you mustn't، يجب ألا be careful، أن تكون حذرا. يجب ألا تكن حذرا when you do experiments in the laboratory. experiments لما تيجي ان انت تجري تجارب علمية، يجب ألا تكون حذرا وانت فين؟ laboratory، في المعمل، وانت بتعمل تجارب علمية يجب ان انت تكون حذر. بدل must انت هتبقى ايه؟ must. يجب ان انت تكون حذر وانت بتجري do experiments، تجارب علمية، in the laboratory، في المعمل. رقم 3 what mustn't، ماذا يجب ألا I to do، إن أنا أعمله in class، إيه اللي ما ينفعش أعمله في الفصل؟ طيب عندي هنا إيه؟ أدي رقم 1 كلمة الاستفهام، 2 must أو mustn't، بعد كده 3 أدي الفاعل، بعد كده لابد أن يأتي الفعل في المصدر. to do هنشيل to ونكتب do فقط، أدي المصدر بتاع الفعل، ما الذي لا يجب علي فعله في الفصل. رقم 4 إيه بيسأل وبيرد؟ إيه بيسأل؟ بيقول what we do when we drive، ايه اللي المفروض نعمله لما بنكون درايف؟ درايف يعني يقود، لما بنسوق سياره، بنسوق اتوبيس، المفروض نعمل ايه؟ قال we must follow the traffic rules، لازم ان انت follow يعني يتبع، لازم ان انت تتبع ايه؟ the traffic rules اللي هي قواعد المرور، تتبع قواعد المرور. يبقى what ايه؟ what must، ما الذي يجب علينا do ان احنا نعمله او نفعله، يبقى must. رقم 5 بيقول هنا زياد take this exam، زياد يأخذ هذا الامتحان to get the degree، عشان يحصل على الايه؟ على الدرجة. عشان يحصل على الدرجة، هل بيقول هنا هل يجب على زياد ان هو يأخذ هذا الامتحان لكي يحصل على الدرجة؟ يبقى هنقول هنا هل يجب يعني ايه؟ must، والفاعل والمصدر، جايب لي هنا الفاعل والمصدر، يبقى باقي مين؟ باقي must، معنى هل يجب. write a paragraph of about 90 words on، عايزين paragraph من 90 كلمة عن a description of a historic place you visited، عايزين هنا كده ايه؟ وصف لـ historic place، عايزين وصف لمكان تاريخي،
تاريخي يو فيزيتد، انت ايه انت زرت، وده اصلا متجاوب عندي في اخر الوحده. وباذن الله اقدم لكم اهم الباراجرافات الهامه والمتوقعه لمنهج الصف الثاني الاعدادي الترم الاول.